السلام عليكم، صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي كتفرج فيه في الفيديو. اليوم غادي نتكلم على هونور باند 6، الباند اللي غيرت مفهوم الباند او السوار الذكي. شنو المميزات اللي فيها والعيوب ديالها والثمن ديالها؟ كل شيء هادشي غادي نجاوب عليه في الفيديو اليوم. كنتمنى تشوف الفيديو حتى الاخر وما تنساش دير لايك وسبسكرايب. نبداو بالمحتويات ديال العلبه. العلبه فيها غير الباند والكابل ديال الشارج المغناطيسي والمانويل جايد اللي بشينويه اللي ما غادي تفهم منه حتى حاجه. واول حاجه غادي نتكلم عليها هي التصميم. يمكن لي نقول لكم ان هونور باند 6 هي نسخه مصغره ديال هواوي واتش فيت مع شويه ديال الاختلافات البسيطه. الساعه جايه بوزن خفيف حوالي 18 غرام، يعني فاش تكون لابس الساعه ما غاديش تحس بلي لابس شي حاجه في يديك. الجنب كاين الزر اللي كيديك المنيو الاساسي ديال الباند، فيه خط احمر وعاطيه ديكور زوين. والجنب الثاني غادي تلقى هونور منقوشه بشكل رائع، والستراب من السيليكون، الشكل ديالو زوين ومريح ويمكن ليك تبدلو بسترايب واحد اخر من نفس النوع. بالنسبه للتصميم، الشكل ديال الباند كيتعتبر مميز، وكما قلنا كيتعتبر نسخه مصغره من هواوي واتش فيت بنفس التفاصيل ديالها. واهم ميزه في الباند هي الشاشه، يعني الا قارنتيها مع شي باند وحده اخرى راه هي اللي غادي تربح. الشاشه كتجيب حجم 147 بوصه، وهذه كتعتبر اكبر شاشه ديال الباند كاينه في السوق لحد الان، وكتجي من نوع اموليد بدقه 194 368 بألوان وإضاءة واعرة بزاف. والحقيقة الشاشة ماشي هي الحاجة الوحيدة اللي زوينة في البند، السوفتوير حتى هو زوين بزاف. تنقل بين لي زوبسيون ساهل وخفيف، والاستجابة ديال التاتش ممتازة. الشكل ديال الايكونز والتصميم ديال الشاشات شي حاجة واعرة بزاف. البند كتوفر ليك مقياس مستمر ديال ضربات القلب على مدار 24 ساعة، وكاين قياس نسبة الأكسجين في الدم، وهذه حاجة ما كيناش في أي باند. وفيها كذلك متتبع النوم اللي كيقول لك شحال نعسي على مدار اليوم، وكاين مقياس ديال ستريس خدام حتى هو على مدار 24 ساعة. يمكن لك من الباند تحكم في الموسيقى اللي عندك في التليفون. وبالنسبة لتتبع النشاط الرياضي، الباند يمكن ليها تعرف على عشرات أنواع من النشاطات الرياضية بحال الجري والسباحة وركوب البيكالا، وكيعطي كاع المعلومات على كل نشاط رياضي بحال دقة القلب وشحال حرقتي من الكالوري، وهذا الشيء من غير ستوب واتش والتايمر وحوايج اخرين. ملي شفت الكاليتي ديال الشاشة صحاب لي غادي يأثر على اداء الباتري، ولكن العكس، الباتري ممتاز. الباند كيجيب باتري بحجم 180 ملي امبير، كيبقى خدام معاك حتى 15 يوم، وهذا الشيء بتجربة. والباند مقاوم للماء الى حدود 50 متر، يعني دوش بها ولا تصبن بها كاع الا بغيتي. الباند ما فيهاش المايك والباف، يعني ما تقدرش تهضر منها او تسمع شي اوديو. بالنسبه للنوتيفيكاسيون، الباند كدعم اللغه العربيه وكيبانوا واضحين والخط رائع، ولكن للاسف ما تقدرش ترد على النوتيفيكاسيون. باش تخدم الباند خاصك تيليشارجي هواوي هيلث. المهم من هاد الابليكاسيون يمكن لك تبدل الحوايج ديال الباند، وغادي تلقى عدد كبير من الاشكال اللي تقدر تبدلها بسهوله. والحقيقه ماشي كلها زوينه، ويمكن ليك تحط حتى صوره شخصيه ديالك او اي صوره اخرى. الابليكاسيون فيها تقارير مفصل على اي حاجه كديرها وانت لابسها، بحال عدد خطوات، معدل ضربات القلب والستريس ونسبه الاكسجين في الدم، واي حاجه عندها علاقه بالانشطه الرياضيه. ودابا ندوزو لنقطه مهمه اللي هي الثمن. الثمن هنا في المغرب وصل 400 درهم. صراحه البنت كتقدم واحد القيمه ممتازه بالنسبه للثمن ديالها. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. نتمنى تعجبكم الباند ويعجبكم الفيديو ديال هذا النهار. تبقاو بخير، تهلاو فراسكم.